السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، اليوم جبنا لكم مكمل. مشي جبنا لكم راه مكمل هذا مشهور في السوق ومشهور بالبزاف، الناس بزاف يحوسوا عليه، خاصة اللي عندهم اللي عانوا من نحافة، اللي كيما نقولوا حنا رقاق. مكمل أسطوري اسمه السيريوز ماس. طبعا سيريوز ماس مشهور عند كاع اللاعبين ومشهور بالبزاف. غادي اليوم نتناول ان شاء الله موضوع على السيريوز ماس. كاين بزاف ناس ما يعرفوش كياكلو، كاين بزاف ناس يحوشو كياكلو، ما عرفوش تاني الجراماج تاع البروتين. دروك غادي نقول خوتي كيفيه الاستعمال، وشحال تاكل من خطره في النهار، وشحال ينجم يزيدك بوا. نروحوا خوتي ونعاودوا، ما نطولش عليكم هضره خوتي، ندخلوا في الموضوع. شاولو ماذا بكم خوتي تكملوا الموضوع، تكملوا الحلقه تاع اليوم حتى للنهايه، ما فيهاش بزاف، فيها يا ربي واحد 5 6 ولا 6 مينوت. مكمل سيريوز ماس هو مشهور، مكمل مشهور عالميا، والناس بزاف تحوس عليه، وكما نقولوا حنايا باللهجه تاعنا بالعاميه ساده، منتوج ساده. نتكلموا على الكميه. عندك تاكل نورمالمون تاكل عندك زوج تاع لي سكوب. في السكوب تاكل 334 غرام. 334 غرام فيها 50 غرام تاع بروتين، فيها 1200 سعره حراريه، 1200 كالوري. تسمى 1200 كالوري تعاونك غايه باش دير فوليم، دير فوليم شباب بالبزاف. شوالا غادي نقول خوتي حاجه، اللي عاني من نحكي على الناس اللي تعاني من النحافه، سيتادير مشي روح واحد عنده 90 كيلو مخلطه بالشحم وكاع ويروح لي سيريوز ماس. هنا ما راني نحكي على اللي عندهم بوا. بزاف انا يقول لي شحال من واحد يقول لي خويا انا عندي 46 كيلو شحال طول ومنا عندي 50. انا نحكي على هذا المستوى اللي ننصحهم انا بالسيريوز ماس. سيريوز ماس يعطيك كتله عضليه، ينجم يعطيك كتله عضليه حتى 3 كيلو على حساب النوم تاعك، على حساب التمرين تاعك، على حساب الدايت اللي تكون دايره، ينجم يعطيك حتى 3 كيلو في الشهر. اما بالنسبه لكيفيه الاستعمال، قلنا عندك زوج تاع لي سكوب في النهار. السكوب الاول نجمو نقسموه على زوج تاع الخطرات. سكوب نقسموه نديرو نص سكوب مع الصباح كي تنوض، ستادير كي تنوض حاجه الاولى تاكل تشرب السكوب تاعك، نص سكوب هو الاول، تشرب نص سكوب تاع سيريوز ماس تشربه هو الاول، بعد تاكل شويه ما خل ما نجي نحكي القهوه وداك الشيء كيلو كاع، راكم عارفين البروغرام تاع لي زالجيريان وتاع العرب اون جينيرال كي داير. خلينا امو تاكل معاه شويه، وعندك سكوب مور التمرين، سكوب كومبلي تستدير 334 غرام، وعندك نص سكوب كي تبغي ترقد، نص سكوب كي تبغي ترقد ثاني دير نص سكوب، وماذا بك تاع كي تبغي ترقد تخلطه باللبن. باللبن باسكو كاع نعرفوا حنايا بلي اللبن بروتين بطيء الامتصاص، راهم يخرجوا منه كازين تاع الواي، تسمى ينعد بطيء الامتصاص، وانت هذه تساعدك انت في فتره تاع النوم يكون بنادم في حاله هدم العضلات ويسحق بروتين باش يطول. تسمى مادامك راقد مادام البروتين يدور في الكور تاعك، هذه زعما قليل اللي غادي يقول لك عليها، باسكو علاه لا بليبار يشربوه ديريكت، يشربه بالماء ولا ما على باليش، بصح حنا نسحقوا كازين بطيء الامتصاص، كيما نقولوا يقعد 3 ساعات 4 سوايع باش يمتصها الكور تاعك، سي بور سا نجمو نخلطوه مع وثاني خوتي ما كاش الانسان يورط روحه ولا يورطوك الناس باش تعتمد على البروتين، اي نوع من البروتين تعتمد عليك اعتماد كلي، باسكو وهدرنا يعد مكمل غذائي. سيتادير غادي نفهمك هنا معلومه بالك ما كاين اللي يعرفها وكاين اللي ما يعرفهاش. كاين اللي ما ينجمش ياكل 6 تاع اوروبا في النهار، كاين اللي عندها لابيتي مبلعه كيما هادو، نحكي على هادو اللي ضعاف وكاع عندهم النسبه تاع لابيتي، عندهم لابيتي تاعهم شويه ناقصه بالبزاف، ما ينجمش ياكل 6 تاع اوروبا في النهار. سي بور سا ديروا لك كرياو هذا المكمل الغذائي، ستادير اللي ما ياكلش 5 تاع اوروبا ينجم يعوض روبا 6 ولا تاكل 4 تاع اوروبا،
وخاصك روبا تعاود هذا الروبا الخامسه تعاودها بالمكمل الغذائي، استدير ما تعتمدش عليه بالبزاف وتعتمد على الماكله، الماكله لي بروتين تاع الماكله ولي كربوهيدرات كيما الروز كيما الشوفان كيما البروكلي كيما هادو كاع المصادر تاع بروتين وكربوهيدرات سريعه الامتصاص وبطيئه الامتصاص ثاني يعتمد عليها الاخر باش يعطيك نتيجه. والنوم خوتي الرقاد، الرقاد غادي نهضر لكم بزاف على الرقاد. الرقاد عند ربي عطانا في الجسم تاعنا الانسان، في الجسم الانسان العمليه الفيزيائيه تاع الجسم الانسان تبدا تخدم في الرقاد، كي يبدا يرقد تبدا تخدم عليه في عمليات فيزيائيه، يبدا الكور تاعك يبدا يخدم ويبدا يمتص ويبدا يوزع في البروتين ويبدا البنكرياس تبدا تخدم، الكلى يبدو يخدموا، لي سوسيال كيما قلنا كاع الاعضاء تاع جسم الانسان تولي تخدم في الليل. ثم باش ترقد تاكل لي انا غايه وكاع ترقد لي 3 تاع الصباح وكاع ما غادي دير والو، او ميم طون الكور تاع البنادم في الليل ديجاجي كاع ديك السموم، ثم انت غادي تولي دير عمليه تاع دير عمليه شغل مزير الكور تاعك مبريسي، الكور تاعك باغي يخدم وانت مشي خاله يخدم الخدمه تاعها، الخدمه تاعها هذه اللي دايرها لها ربي دايرها لها الله عز وجل، دايرها لها كيما نقولوا عمليه فيزيائيه، انت غادي تخليه غادي تجينيه كيما نقولوا غادي تولي الخور تاعك يبغي يخدم وتمشي خاله قاعد سهران ومنا هذه الصوالح كاع ما ياثروا عليك وما يخلوكش تزيد كتله عضليه، هذه ما تزيد كتله عضليه ما والو. هذه غادي نقولها لخوتي ثاني، نخلي لكم كاع الجدول، جدول تاع السيريوز ماس، غادي نخلي لكم جدول تاع السيريوز ماس خلي لكم هنا تشوف كاع السيريوز ماس كاع شافيه في بلان دي فيتامين بلان دي كالسيوم بلان دي فيت دي ماغنيسيوم زنك البروتين فير كربوهيدرات، هو غني بزاف بزاف بالكربوهيدرات 1200 كالوري. ثم كيما باش تعرف الدور تاع السيريوز ماس ولا بون في التنشاف حنا نقصوا الكربوهيدرات نعتمدوا على البروتين بزاف، هنا الكور تاعك غادي يولي ديجاجي من ديجاجي الكربوهيدرات يولي في حاله حرق وعمليه على الايض تاعك تزيد. مي في التضخيم، في التضخيم العضلي كاع تعرفوا هذه نورمالمون وكاين اللي بالك اللي ما يعرفهاش، في التضخيم غادي نزيدوا كربوهيدرات، المستوى تاع البروتين يقعد كيما راه مي غادي نزيدوا كربوهيدرات باش تزيد كتله عضليه. تما السيريوز ماس الدور تاعها هذا هو فيه مستوى عالي من الكربوهيدرات، هذا اللي يساعدك باش تزيد كتلة عضلية ويخليك ديفلوبا. هو شوف هي زعما على حساب الطريقة تاع الأكل تاعك والطريقة تاع النوم تاعك وطريقة تاع التمرين، طريقة سيرتو طريقة تاع التمرين تاني يخليك. كاين ناس زادت 5 كيلو في الشهر، أقسم بالله إلا كاين ناس زادت 5 كيلو في الشهر، أنا عطيتكم لو مينيموم، هي تزيد 3 كيلو في الشهر، نورمالمون تزيد 3 كيلو في الشهر، به تزيد 3 كيلو في الشهر. وغادي ننصح خوتي ماذا بيكم تحوسوا على المصدر الاصلي تاع السيريوز ماس، باسكو كاع الناس راهي تبيع سيريوز ماس وكاع ما تنجمش تعرف السيريوز ماس الاوريجينال من الدرح كيما نقولوا حنا من المضروب. غادي نحاول غادي نحط لكم ثاني في لافان تاع لا فيديو باش تعرف كيش اوريجينال من الدرح، غادي نخليكم باش تشوفوا منا الاوريجينال وتشوفوا منا المدرح. والسلام عليكم خوتي، وان شاء الله بربي نتلاقوا، درت لكم فيديو صغير باسكو شويه الظروف ماش كاين وقت وراني شويه لاهي في واحد بعض الامور وكاع، غادي درت لكم ملخص. وخوتي ماذا بكم اللي يوصل هذا الفيديو ان شاء الله شاركوا عاونونا بماكسيموم مشاركه بارطاج لي جيم وكاع باسكو لا شاري شويه ميدا باش تعطوني تحفيز ونمد لخوتي اي معلومه نمدها لخوتي. مادام كاين الموضوع الجاي ان شاء الله كاين غادي على حساب انا ما نكذبش عليكم، انا حاجه اللي غادي دوموندوها مني خوتي غادي كاش حاجه ولا تبغوا دوموندوها في لي كومونتير دوموندي في لي كومونتير شخصك ولا كيش بغيت تاكل اي برودوي كيش بغيت دير سايكل تاع هرمون نجاوب خوتي ما كاش كاع اشكال اللي في قلبي نعطيه لخوتي. الموضوع الجاي ان شاء الله باذن الله كاين غادي ندير لكم موضوع تاع كرياتين وغادي ندير لكم الواي ايزو خدمه تاع الواي بورتو راني درت في لي فيديو اللي فاتوا في واحد ربعه تاع لي فيديو اللي فاتوا ولا ندير لكم موضوع تاع انواع تاع الواي والطريقه تاع الاستعمال وكاع. مي الناس حوست على الواي ايزو ايزوليت غادي ندير لكم موضوع ان شاء الله بربي مخصص على الواي ايزوليت وكيش تستعمله
وايزوليت تاع بيوتيك، ننصحكم بتاع بيوتيك. انا راه عندي تكون نوريه لكم تاني، نوري لكم البرودوي كي داير، فعال وفيه نتيجه، فيه نتيجه جباره، فيه نتيجه جباره. انا واحد من الناس، انا ما غاديش نحكي الناس اللي جربت، غادي نحكي على روحي. انا جربت، انا جربت في واحد دو مو، عطاني ريزولطا ما تامنوش، وبانت الريزولطا، ولا بومب بومب تاع لي ميسك بان، عمليه الضخ تاع الدم بانت، والصباح ما كي تنوض تحس باللي الكور تاعك ما منفش كيما من تكون تريني ديفلوبون، كاين وغدوه ان شاء الله يعاود ينفش الكور تاعك، يقعد بريسك 50% كيما ترينيت، تنقص غدوه ان شاء الله، تنقص بواحد الحاجه قليله، مو الكور تاعك يقعد فيه البومب. شباب بزاف، غادي نقول لكم انا نصيحه زعما من عندي، انا جربته وشباب بزاف. والسلام عليكم خوتي، والفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله نتلاقوا خوتي.